طاقة الحبيب، أنت تراه جميل، إنسان شخص جميل جدا وتحبه كثيرا، ولكنه مبتعد عنك وقاطع معك، وقاطع معك في الكلام، لكنه مبتعد عنك، ومن المحتمل أنه عمل لك بلوك أيضا. طاقة القراءة لهذا الأسبوع برج القوس 6 نقود. طاقتك أنت في حالة استقرار مادي كبير وتوازن بين الأخذ والعطاء، فأنت تحب كل شيء في حياتك يمشي بالضبط وبالميزان. وإذا كنت في علاقة فأنت مسيطر بشكل كلي على هذه العلاقة، أو إذا كنت في موقف معين، موقف مادي، أي موقف في حياتك، فأنت تجد نفسك بأنك مسيطر عليه بشكل كلي، وأنت مركز بشكل عام على استقرارك المادي، فأنت في حالة استقرار مادي، أو أنك في هذه الفترة تقوم بأعمال إنسانية، فأنت شخص كريم بطبعك، تحب مساعدة الآخرين. طاقة الحبيب، ملك العصا، أرى أن الحبيب أيضا هو في حالة استقرار، فهو شخص ناجح مهتم بحياته العملية ومسؤولياته، فهو على الأغلب شخص مسؤول أو له مكانة عالية في الحياة، وهو مختلف عنك احتمال في الجنسية أو في البلد أو في العقيدة أو حتى في اختلافات، أي اختلافات أخرى، أو أنه الآن في حالة ارتباط، مرتبط بعلاقة ما أو في حالة زواج. مشاعرك الرجل المعلق، تشعر بأنه هذا الشخص مسيطر على تفكيرك، وأنت محتار لا تعرف ماذا تريد، فأنت غير قادر على اتخاذ القرار، تشعر بأنك معلق مع هذا الشخص وعندك تواصل روحي عالي معه، فأنت يبدو بأنك تحبه كثيرا وتفكر به أيضا. مشاعر الحبيب تجاهك، هو أيضا يفكر بك ويريد أن يقدم لك عرض، ولكنه لا يظهر لك شيء، هو يراقبك ومهتم بك أيضا دون أن تعرف. إن كنتم منفصلين هو يريد الرجوع إليك، ولكنه ينتظر الوقت المناسب للتقرب منك، فمن المحتمل أنه يوجد عائق بينكم، احتمال أنه يكون من هذا العائق من قبل أسرته أو أنه في علاقة أخرى، فأنا أرى هنا احتمال بأنه يكون في علاقة أخرى أو أنه متزوج ويبحث دائما عن فرص أفضل، هذا هو طبعه، هو في علاقة ويبحث دائما عن فرص أخرى، فهذا هو طبعه، هو شخص مستقر ماديا وإنسان غامض، لا يفصح لك بشيء ولا بمشاعره ولا بظروف حياته. نواياه معك، هو يريد أن يقدم لك عرض حب، ولكن هذا الحب ليس حبا حقيقيا نيته الزواج، بل هو معجب بك ونواياه تجاهك جيدة، وهو صادق في مشاعره تجاهك، وهو يحبك تجاهك، واهتمامه بك، هو مهتم بك أيضا، ولكنه يريد أن يقدم لك هذا العرض في إطار صداقة، مثلا أن تكون معه وتخرج وتلهو وتعيش حياتكما مع بعض، ولكن بدون أن يلتزم في علاقة، ما، فهذا الشخص يحب الحرية ولا يحب أن يربطه أي إنسان، هو يريد أن يقدم، إذا كنتم منفصلين هو يريد أن يقدم لك أيضا مصالحة وتقديم لك هدية، وكما قلت هذا الشخص
تفكيره ليس تفكيرا نهايته زواج، هو يريد منك فقط علاقة، يحبك ومعجب بك كثيرا، يريد أن يكون معك في علاقة، صداقة، إعجاب، تكونان مع بعضكما، تذهبان في نزهة، في إلى آخره، كما تريد يعني. خطوته القادمة امرأة 9 نقود، هو يريد أن يدخل معك في علاقة مستقرة ولكنها بطيئة، لا يريد أن، هو يريد أن يعطي هذه العلاقة وقت معك، لا يريد علاقة تقليدية، الخطبة والزواج بشكل سريع، إنه يريد معك خطوة بخطوة، أن يأخذ وقته معك، فهو يحب ويعشق الحرية، وإذا كنتم منفصلين فهو يريد أيضا الرجوع إليك كما قلت، ولكن بشكل بطيء وبدون أي ضغط منك، فهو يعشق الحرية كما قلت، ويريد أن يرتبط معك في علاقة، فهو يعيش لحياته وجماله ويهتم بنفسه، وعنده من الاستقرار المادي الشيء الكبير الذي يوفر له هذا الشيء، ولكنه لا يريد أحد أن يضغط عليه، هو يحب العلاقات الطياري. هو وضعه يبدو أنه وضعه جدا جيد في هذه الورقة، بهذه الورقة وبهذه الورقة، هو يظهر عليه الثراء وهو في حالة مادية جيدة، كما يظهر لي احتمال أنه متزوج، وهو لا تعجبه الامرأة التي معه أو في علاقة، وهو ينظر دائما إلى غيرها بأن غيرها أفضل منها، ويريد تجديد العلاقات في حياته، هو معجب بك، لا أنكر هذا، هو معجب بك كثيرا، ولكنه يحب التسلية واللهو والمرح. مصير هذه العلاقة، مصير هذه العلاقة، هذه ورقة الموت، ولكنها لا تعني بهذا الشيء. ورقة الموت هناك تظهر هذه الورقة لك بأن هناك تغييرات جذرية قادمة إليك، تغييرات لم تكن تتوقعها، فهي ستأتي إليك فجأة، فأنصحك بأن مهما يكون نتيجة هذه العلاقة، أن تتقبل هذه النتيجة ولا تحاول الرفض مهما كانت النتيجة، تقبلها بكل رحابة صدر، فهذا الأمر سيعود عليك بالإيجاب حتما. انتبه، وهذه هي نصيحتك، انظر، هذه الورقة تكمل هذه الورقة. مالك السيف، هذه الورقة تنصحك بأن تسيطر على نفسك ولا تعبر له عن مشاعرك، وتعامل معه ببرود، وأظهر نفسك غير مهتم، وكن معه صارم بقراراتك. فأنت مثلا تريد الزواج منه، قل له بكل صراحة: أنا أريد الزواج، أنا لا أريد التسلية، هل تريد ذلك؟ أنا موافقة، إذا كنت لا تريد ذلك فابتعد عني واتركني بحالي. لا تتعلق به، لا تتعلق به، لا تظهر الاهتمام الكبير به، فأنت يبدو أنك تظهر مشاعره واهتمامه واهتمامك به كثيرا، وهو يعلم بأنك متعلق به، فكلما زدت في تعلقك به كلما ابتعد هذا الرجل عنك. أظهر له الصرامة، لا تظهر له، أنا أعلم بأن هذا الأمر ليس سهل، ليس سهل، ولكن إن كنت تريد نتيجة لهذه العلاقة، فأنت يجب أن تتحكم بعواطفك ومشاعرك، ولا تظهر لأي شخص مهما يكون هذه الحقيقة، ابدي له، اظهر له شيئا بسيطا، ولكن لا تظهر له كل شيء، أظهر له بأنك تريده، ولكن لا تعبر له: إذا لم تكن معي سأموت، ستنتهي حياتي، لا، هذا ليس بالأمر الجيد.
فهذه الورقة تقول لك لا تظهر مشاعرك وسيطر على نفسك. فإن سيطرت على نفسك تقبل النتيجة، تقبل نتيجة هذه العلاقة. أنت ستقدم له، ستقول له بكل صراحة ووضوح: أنا أريد، أنت أخذت قرارك، أنا أريد كذا، ماذا تريد مني أنت؟ أنا لا أريد أن أتسلى. إن كنت تريد أهلا وسهلا، إن كنت لا تريد فأنت يجب أن تتقبل النتيجة. بناء على هذا الكلام أنت يجب أن تتقبل النتيجة. احتمال أنه يقول لك من بعدها: أجل أنا أريد الزواج منك. واحتمال أنه يقول لك: أوكي، كل واحد يذهب في طريقه، أنا آسف. فأنت بهذا القرار تكون قد أرحت نفسك، لا تبقي نفسك متعلق بهذا الشكل، إما زواج وإما الابتعاد. يوجد أشخاص آخرين في هذه الحياة، لا يجب أن نتعلق بشخص واحد. التعلق هو مرحلة بسيطة نمر فيها، كل شخص يمر فيها، ولكن يخرج منها بعد فترة. هي مرحلة صعبة ولكن يجب الخروج من هذا التعلق. إذا كان شخص لا يستحق هذا الاهتمام وهذا الحب وهذا التعلق، فاخرج من هذا التعلق. هذه القراءة واضحة، وهذه نتيجة القراءة واضحة بالنسبة لك، والقرار هو قرارك بالنهاية. شكرا لكم على هذه المتابعة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.